السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة كريبتو اليرت. اول شيء نحب نشكر 1070 مشترك على القناة. طبعا اذا عندكم اي استفسار اسألوني على هذا الفيديو راح اجاوب عليها في الفيديو اللاحق كالعادة، وبالنسبة لهذا الفيديو راح اجاوب عليه اخر فيديو. اليوم معنا اردروب واحد وسريع، لانه اذا حطيته على التليجرام ما راح تفهمون، راح اسوي شرح سريع جدا. يلا بينا. فراح نحتاج هذا الموقع، اوكي solid.io، وراح نحتاج عملة سول، هذا المبلغ تقريبا، اوكي ما يعد سنتات. وراح نحتاج الكونتراكت كيف طريقة الاضافة. اول شيء اذا رحنا على الموقع هذا، طريقة التسجيل كالعادة تحط الباسورد واعادة كتابة الباسورد، راح يعطيك كلمات مفتاحية خزنها عندك في دفتر وقلم مثل ما أخبركم دايما. فراح تجيك بها الواجهة. أول شيء إذا رحنا على كلمة الزائد هذه التوكن، راح نجيب manual input كده، وبعدين راح نجيب الكونتراكت هذه، راح ننسخها كده copy، وبعدين نحطها هنا، وبعدين توكن نيم bst copy، وبعدين نفس الشيء simple نفس الشيء add. راح يتطلب مبلغ لازم ضروري اللي مثل ما خبرتكم هذا هو 0.0002. سول موجود على كوان ماركت كاب بسعر 26 دولار، اوكي موجود على البيننس وفي تي اكس وهيوبي وهكذا. انا راح اشتغل على الاوكي اكس لانه انا عندي رصيد في الاوكي اكس، اللي معاه رصيد على اي منصة تانية فبيروح يحولها من هناك الى هنا. فبنروح على اوكي اكس حقتي، بنروح على الماركت باسيك تريد، عفوا باسيك تريد، بندور على سول. فراح تيجينا بهالواجهة، سول مقابل يو اس دي تي. راح نشتري مثلا 0.، يقول لك هنا اصلا المينيموم 0.1 للشراء، واحنا راح نشتري 0.1 ما يعادل 2.65 بسعر 26500، اوكي و67. طيب نشوف احسن سعر عشان نشتريها بسرعة، 607، اوكي هكذا باي، اوكي باي كونفيرم، ننتظر بس نشتريها، بس تشتري وارجع لكم. فخلاص اشتريناها، هذه هي، خصموا الفيز يعني واحد تقريبا. فبنروح نسوي ويدرو هنا، بندور على الوالد، بسوي هذه كانسل، هذه هي الوالد ريسيف كوبي، بنروح على اوكي اكس اكستشنج، ندور على فان سول من هنا اون تشين، اوكي كونتينيو، بنضغط على كده الوالد، وبعدين نسوي تريدين اكاونت ماكس شود ريسيف اتليست 0.1، لازم نشتري اكثر لانه راح يخصمون هذا. بنروح نشتري واحد تاني يعني 4 دولار تقريبا، لازم يكون عندك 4 دولار. فبروح اشتري تاني كده، اوكي باي كونفيرم، بننتظر اوبن اوردر، خلاص اشتريناها. فبنروح ويدراو مرة ثانية، فبنحط الادرس اللي نسخناها كده بالشكل هذا، وبعدين تريدين اوكي ماكس، اوكي راح توصلنا هذه. فلازم نبعد 0.19، راح توصلنا 0.18. سول ادرس بلوكشين دان، اوكي هذه هو، وكونتينيو، اوكي بنحط الباسورد، بعدين شو هذا، شو جيت كود، وبعدين جيت كود، راح يجينا كود على الايميل واس ام اس كود،
على أي منصة أنت عندك طريقة سحب، بروح أعبي هذه البيانات وأرجع. فخلاص عبينا البيانات، بنسوي confirmation withdraw success، بنتظر تجينا هنا أوكي close. راح يبين الرصيد، بعد ما يبين الرصيد نكمل خطوات. راح أوقف الفيديو أرجع. فخلاص تمت. عفوا 0.18 يعني 5 دولار تقريبا. أوكي الحين راح نكمل الخطوات، بنروح على كريبتو أليرت. أوكي عفوا هنا راح نضيف الكونتراكت هذا كوبي، راح نجي للزائد بنسوي مانيوال، نضغط كده وبعدين هذا BST، ما ادري الصراحة كم راح يوزعون، بس هذا ايردروب اد. خلاص تمت confirmation، تمت الاضافة، هذه هي. بس يجينا خصم رصيد، بس يجينا الايردروب راح اراويكم اياه ان شاء الله. اوكي فأكيد هذا ايردروب 100%. فهذا هو سريع جدا، اشوفكم على خير. صراحة ما اعرف كم راح يوزعون بالضبط، بس انتو ابعتوا رصيد للموقع سولونا، ابعتوا رصيد عشان في ايردروبات جدا رائعة بتكون على هذه البلوكشين، سوونها. ودايما لازم يكون عندكم رصيد مثل BNB والاثريوم وهكذا. فخلاص نشوف تعليقات اخر فيديو، اذا في تعليقات. في تعليق واحد بس، محمد ربولي شكرا على مرورك، شكرا على مجهوداتك كريتيكا كونتنت، ثانك يو حبيبي. بس هنا هل يمكن ان نشرح كيفية استبدال USDT توكنز؟ ما ادري ليش مبين عندي هنا. فعموما شو تقصد اخي؟ اي توكن بالضبط اللي لازم تبدل USDT؟ فالمرجو كتب التعليق عشان اقدر اجاوبك عليه ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو لاحق، مع السلامة.